من المشاريع مشروع حفظ النعمة، لو تحدثنا عنه أكثر دكتور أحمد. مشروع حفظ النعمة الحقيقة تحدث عنه الأستاذ عبد الرحمن، نعم، وفقه الله قبلي. ما أريد أن أضيفه هو أن الجمعية بهذا المشروع يعني تحقق أربعة أمور. جميل. أولها أنها تؤدي شيئا من شكر النعمة استجلابا لدوامها، الحمد لله، وأنها تسد جوع الأرامل والأيتام والفقراء، لأن هذا المشروع مبني لهذا الهدف. كما أنها ترسخ المسؤولية الوطنية تجاه الأمن الغذائي، ثم أنها توجد فرصا وظيفية لأبناء الأسر المستفيدة والمحتاجة. وأظن تحدث عن هذه النقطة أخي الأستاذ عبد الرحمن قبل هذا. نعم. أنت ذكرت أربع نقاط، احنا قلنا الأول شكر النعمة، المسؤولية الوطنية والمجتمعية، و فرص وظيفية. جميل. يعني كيف وش تقصد بالفرص الوظيفية؟ فرص الوظيفية من الأهداف التي بني عليها هذا المشروع، توظيف أبناء الأسر المستفيدة والمحتاجة. نعم. جميل. يعني في خطة المشروع أنه سيتوظف في هذا المشروع بإذن الله تعالى أو مما تستهدفه الجمعية هو أبناء الأسر المستفيدة. جميل. فينتقلوا من الاحتياج والأمور إلى أنهم أصبحوا يعنون أنفسهم بأنفسهم موظفين لدى الجمعية. نعم. هو يعني مشروع حفظ النعمة، لماذا اخترتم هذا الاسم؟ لا يخفى عليك أخي الفاضل أستاذ ناصر والمستمع الكريم أن شكر هذه النعمة في حفظها، نعم، ودوامها في شكرها. فتسميتنا لهذا المشروع بحفظ النعمة منطلق من حفظها من الزوال وحفظها من الذهاب. والله سبحانه وتعالى وعدنا وحذرنا في نفس الوقت، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن هذا المنطلق الحقيقة جاءت تسمية هذا المشروع بهذا الاسم. نعم. هي مسألة الإسراف والتبذير، هذا يعني حفظ النعمة فقط على في الجموم أو كذلك عند تفطير الصائمين في الحرم؟ حفظ النعمة المشروع قائم الحقيقة على الجموم، على محافظة الجموم. أما مشروع تفطير الصائمين فهذا مشروع آخر للجمعية، مشاريع الجمعية. جميل. كيف يمكن للمشاهد أن يتبرع لمشروع حفظ النعمة؟ نعم، أولاً نبشر الحقيقة كل من أراد التبرع أن المشروع ولله الحمد يحمل العديد من مؤشرات النجاح. نعم. فأرض المشروع موجودة ومملوكة لدى الجمعية ولله الحمد. ثانياً تكلفة المشروع يسيرة وهي في متناول الجميع. نعم. حيث تبلغ تكلفته 1,917,000. قسمت هذه التكلفة إلى أسهم. سهم الوالدين 1,000 ريال وسهم الأسرة 500 ريال وسهمك أنت أيها المتبرع ومن تحب 100 ريال. جميل. علما أن الجمعية لا تلزم المتبرع بهذه الأسهم، فكل بما تجود به نفسه. يعني مو شرط 100 ريال، حتى اللي قادر على 50 40 30 يتبرع بها. نعم. وأرقام الحسابات معروضة أمام المشاهد في شاشتكم الكريمة ويحفظ. وأقول يستطيع المتبرع حقيقة أن يتبرع من بيته بل من على سريره، فالأمور يسيرة وميسرة ولله الحمد. نعم. مثل هذه المشاريع سواء تفطير الصائمين، حفظ النعمة، أنتم أسرتي وغيرها من المشاريع التي تقوم عليها الجمعية، هي من النفع المتعدي والأثر الباقي، حتى يعني في حديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، كلها نفع متعدي، ولد صالح، علم ينتفع به، صدقة جارية. هذا من البناء والتأصيل كذلك لقواعد تأسيسية مجتمعية جميلة في بناء مجتمع الحضارة والنبل. فلو تحدثني بإيجاز عن هذا النفع المتعدي والأثر الباقي.
نقول لا شك ان الـ الـ ان الـ الـ ان ابن ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها صدقه جاريه. نعم. فكل ما ينفقه الانسان في هذه الحياه سيذهب. صدق. ابن ادم هل لك الا ما لبست فابيت واكلت فافنيت. لكن مثل هذه الاوقاف هي التي يبقى اثرها على الانسان في الدنيا ويبقى في ويجده امامه يوم القيامه. نعم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شكرا جزيلا لك. رسالة تريد تختم بها أستاذي؟ أقول للمشاهد الكريم للمتابعين، هذا شهر الخير، هذا شهر الرحمة، هذه الجمعية، هذا الوقف، هذا الوقف يرعى الأرامل والفقراء والمساكين والأيتام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. بل ويقول الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول وأحسبه وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. فهذا عمل يسير لا يكلف المسلم والمسلمة كثيرا، والأجر عظيم. من يستطيع منا اليوم أن يقوم فلا يفطر ويصوم فلا يفطر. فنقول الله الله في البذل والعطاء. يا أهل البذل والعطاء، أسعد والديك، أسعد أسرتك، أسعد نفسك ومن تحب. فوالله إن الإنفاق في مثل هذه المشاريع لهي السعادة. صحيح. وهي ما يبقى لك عند الله. وأما ما نشتريه في هذه الأيام من الطعام واللباس لا شك أنه من الاحتياجات، لكنه يبلغ. والله عز وجل يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم، صلى الله أن يبارك في هذه الجهود وأنتم على ثغر عظيم الجمعية.